يلعب أحد الأدوار الرئيسية الطالب ميخايلو فيسلوفسكي البالغ من العمر 18 عاماً. يعاني هذا الشاب من شلل في النخاع الشوكي، وهو تنقل منذ الطفولة بواسطة الكرسي المتحرك. انضم إلى المسرح منذ 3 سنوات، ويقول أنه أصبح منذ ذلك الحين جزءاً لا يتجزأ من حياته. فكرت كثيرا في مسألة المجيء إلى هنا، لكن أتعلمون لم أخطئ في ذلك. كنت سعيدا جدا بعثوري على أصدقاء جدد، زرت أماكن كثيرة وشاركت في العروض، وأحسست أنني إنسان حر. أجل هكذا تحديدا. يوجد بين الممثلين الهواة المكفوفون والأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون والتوحد، وهم جميعا يقدمون أفضل ما لديهم على خشبة المسرح، ويتدربون على قدم المساواة مع الممثلين الآخرين. رسالتنا الرئيسة والأهم هي أن كل إنسان يستطيع أن يبدع، ومهمتنا أن يرى المشاهدون على خشبة المسرح الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يثير هذا المنتج الفني لديهم مشاعر الشفقة فيقولوا يا لهم من مساكين، وإنما أن يحفزهم وأن يجلب لهم المتعة مما شاهدوه. التصفيق في نهاية العرض يعطي الأمل بأننا نجحنا قليلا في أداء هذا العمل. جلب الشباب معهم إلى كييف مسرحية عبثية تستند إلى قصيدة لويس كارول الروائية مطاردة سنارك، ولقد جاء مؤلف الترجمة الأوكرانية التي أخذت كأساس للمسرحية دعماً للممثلين. أنا أعرف النص لأنني ترجمته، ولكنني لم أكن أتخيل ما يمكن وضعه على المسرح. أنا لست مستاء ولكنني منبهر، لأن المخيلة الإخراجية لا تعمل مثل المخيلة الأدبية، ولقد تفاعلت هنا الفكرة الإخراجية مع التمثيلية بشكل رائع. بالإضافة إلى مسارح العاصمة، عرضت مطاردة سنارك على مسارح مدينتي كريفيري وماريوبول.